غنبدا لكم بالخاتمه. في الخاتمه شرحت للمحكمه القصد الجنائي للمتهم ب20 في ارتكاب الجريمه، يعني ان المتهم ب20 شرحت للمحكمه انه ارتكب الجريمه عن علم واراده. باش غنستدل، استدلت بواحد المقال سميتو انسان ناعم في مجتمع خشن. هذا مقال ديال ب20 يوضح فيه خطوره الجرائم الجنسيه. ماذا يقول؟ اخترت في هذا اليوم، نقرا لكم كما قريت في المحكمه، اخترت في هذا اليوم الذي يصادف اليوم العالمي لعيد المراه، يعني 8 مارس عام قبل ما يعتقلوا، ان اتحدث عن جزء من معاناه هذا الانسان الناعم في مجتمع خشن. اخترت ان اسلط الضوء على ظاهره التحرش الجنسي ضد النساء في الشارع والمدرسه والمعمل والشركه والاداره والحافله والهاتف والفيسبوك وحتى داخل البيوت والاسر احيانا. للاسف قله قليله من النساء اللواتي يرفعن اليوم الصوت ضد الظلم الاجتماعي، وهذه جريمه التي تدمر نفوس كثيرات. ب20 يتكلم، واحيانا تصيبهن بجروح لا تمحى اثارها من العقول والقلوب. قلت للسيد الرئيس، ويقول ب20 ويستمر، إن اتساع التحرش بالنساء هو سلوك غير لائق، له طبيعة جنسية يضايق جسدا، يضايق جسديا أو نفسيا المرأة، ويعطيها إحساس بعدم الأمان. ب20 يتكلم عن جريمته، ويرجعها إلى ثلاث عوامل أساسية. تؤكد دراسات نفسية حسب ب20 أن الجرائم الجنسية لا يرتكبها الإنسان دائما بغرض الشهوة، فالتحرش الجنسي مثلا كثيرا ما يرتكبه الإنسان كوسيلة للانتقام من المجتمع أو للتنفيس عن الغضب أو الإحباط أو الإحساس بالدنيا المتحرش، فتصير المرأة في الشارع أو في البيت هي المتنفس أمام هذا الذكر المحبط واليائس، وبعدها يصير الأمر شبيها بالإدمان الذي يعطي صاحبه وهم أنه ناشط جنسي أكثر من غيره وفحل أكثر من الآخرين وله مواهب خاصة في اصطياد البنات أو في الأحرى في الاعتداء عليهن. إن هذا كلام ماشي ديالي، هذا كلام ب20، ب20 يوضح جريمة وشرحت للمحكمة. قلت له ب20 تيقول لك أن الجريمة جنسية خطيرة ولا يرتكبها إلا إنسان غير سوي. ها أنتم كتشوفوا اليوم ب20 تنبأ بجريمته وتيقول لك هي جريمة غير إنسانية، وتيقول لك هو ما تيقبلش بالاستعباد الجنسي. ها هو ها المقال منشور في الجريدة ديالو، ها المقال دليت به المحكمة. وقلت للسيد الرئيس كبر مقتا عند الله ان تقولون ما لا تفعلون. المتهم كيقول في افتتاحيه الكلام ويمارس مع سته كلام اخر، كلام ديال الاستعباد الجنسي، كلام ديال السخره الجنسيه، كرام ديال امتهان الصحفيات والمستخدمات في المكتب ديالو.